هند عايز اقول لك منوره الدنيا، واحلى حاجه بس اللي حصل موضوع الجزمه ده، فاحكي لنا ايه اللي حصل بقى. انا ما كنتش حابه اتكلم فيه والله، بس طبعا النجمه الجميله استاذتي حبيبتي النجمه صفيه العامري طبعا هي اللي اتكلمت فيه والله. انا كنت واقفه بره بسجل، وبعدين لقيتها خارجه رايحه يعني تجيب حاجه، فلقيت الشوز بتاعها اتكسر وانا لابسه الشوز بتاعي، فمسكتها طبعا وقلت لها تعالي، ودخلنا قعدنا في مكان. فالحمد لله اني مقاسنا واحد يعني، بس هي رجليها اصغر نص درجه يعني. فقلت لها لا البسي دي، قالت طب وانت حافيه وكده، قلت لها بس ما تجيش دعوه، انا معايا واحده في العربيه. تقولي لا بجد، انا فعلا جبت واحده وانا نازله من العربيه على اساس يعني ايه لو دي تعبتني، في لانها عاليه قوي، فقلت لو تعبتني شويه ابقى البس ايه الثانيه اللي هي الشوزه الثانيه. فالحمد لله ده شغل ربنا يعني سبحانه وتعالى. خلاص هي معاها بقى دلوقتي الشوز دلوقتي. هي احلى يعني، بص ده انا كلي ليها يعني، انا كلي ليها والله يعني. انا ما كنتش حابه اتكلم في الموضوع، بس طبعا هي اللي قالت بقى يعني. بس انا مبسوطه يعني، انا الشوزه بتاعتي راحت في اجمل يعني رجول الرجل زي ما بنقول يعني. انا سعيده والله. حابه تقولي ايه النهارده؟ هي شرف يعني بصراحه. حابه تقولي ايه كمان عنها، وايه اللي خليكي حريصه انك تكوني موجوده؟ انا عايزه اقول لك حاجه، قبل ما يحصل الموقف ده انا هنا وهي بتحيي الجمهور، فعايزه ابوس ايديها، راحت واخداني في حضنها وهي بتحيي الجمهور. ما اعرفش انتوا صورتوا يعني الشوت ده ولا لا، وراحت بيساني، وانا عايزه اعرف اللي هو حنيه الدنيا فيها، حنيه الدنيا فيها صراحة. أكتر دور بتحبي أقولها إيه؟ أنا بقول لها الأول ألف ألف مبروك تكريمك، وأنا قلت وأقول هفضل طول عمري أقول تستحقي على كل مشهد، على كل كلمة قلتيها في الدراما المصرية أو في السينما المصرية تكريم. أفضل أدوارها طبعاً بموت فيها طبعاً ليلى الحلمية، نازك السلحدار، سوزانا في طه حسين طبعاً، عميد الأدب العربي طبعاً مع النجم الراحل أستاذنا الكبير طبعاً العبقري أستاذ أحمد زكي. المصير بموت فيها، أنهار في على باب الوزير، يعني هي كل أدوارها بصراحة. مسلسل زوايا المدى هي عملت بص يعني عملت مجموعة أدوار وكانت مختلفة في كل دور بتقدمه، البنت الشعبية، البنت الممرضة، البنت الأرستقراطية، الأرستقراطية، البنت الهانم، هوانم جاردن سيتي. أنا مش قادرة أنسى لها الدور والله، مش قادرة أنسى لها كلمة والله، ولا نظرتها. سليمان سليمان غانم، سليمان باشا العمدة، يعني بص بصراحة هي عبقرية بجد. وعايزه اقول حاجه، انا اتعلمت منها يا جماعه الشياكه، اتعلمت منها التربونات، اتعلمت منها شابوهات، اتعلمت منها ده. كنت بعمل ده لما كان بيجي لي مسرح، كنت بحب بقى اجيب الحاجات دي واقول انا اتعلم منها استاذتي طبعا، يعني لازم اتعلم منها يعني. هند عايز اقول لك، شايفين الوسط الفني بس في حاجات غريبه اليومين دول ما بين فنانين بيشتكوا من الغياب، زي شفنا احمد عزمي وهشام المليجي، فرأيك كمان في اللي بيحصل ده؟ والله هو فعلا في فنانين كتير جدا كانت بتشتكي من الغياب الفترة اللي فاتت، يمكن كانت الدنيا مختلفة شوية، أنا ما كنتش راضي عن الوضع بصراحة، ولكن في تغييرات أعتقد يعني السنة دي في ناس كتير كانت مش موجودة على الساحة الفنية في الدراما، وخصوصا دراما رمضان كمان يعني موجودة، هتبقى موجودة وهتشاهدها إن شاء الله، وهتشارك الجمهور من خلال الشاشة الصغيرة طبعا. زي مثلا هنقول الأستاذ توفيق عبد الحميد رجع تاني بيسر الدراما المصرية، ورمضان عمل عمل حلو قوي، وأكتر من نجم بصراحة يعني بيشارك السنة دي. وأنا بتمنى أن يبقى فيه عدالة في الأدوار، لأن إحنا عندنا نجوم كبار بجد، ودايما زي ما بقول جيلنا يستحق، جيلنا يستحق أن أنت تحمل عليه. إحنا شلنا مسلسلات كتير، إحنا عملنا مسلسلات كتير، إحنا اشتغلنا مع يعني عمالقة الفن المصري وتعلمنا منهم، ما طلعناش مرة واحدة يعني. جيلي عنده تاريخ كبير، أنا مش عايزة أقول أنا كهند، لا أنا بتكلم أنا من ضمن الجيل ده، في تاريخ كبير. فأنا بتمنى أن كل الناس اللي موجودة دلوقتي واللي قعدت في البيت فترات كبيرة وسنوات طويلة تشتغل وتشيل مسلسلات، والشباب برضو يشتغلوا كلنا مع بعض، ما ينفعش أنا لوحدي أو ينفع حد لوحده، إحنا تيم ورك واحد، لازم كلنا نبقى متكاتفين علشان نقدر نقدم عمل جيد، الجمهور يبقى سعيد وحبه يعني. عايز اعرف منك اخر سؤال عن من عرفه، تصرفات غريبه وجوزها بيهين الفنانين عشان يتشهر
وهي برضو صمت منها وشوية طلعوا يعملوا لعبة الترند السخيفة دي، تقول يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنا مش بحب يعني الترند اللي مش لطيف، أنا بحب الترند اللي هو مفيد، اللي هو ما يجرحش حد، ما يبقاش فيه إساءة. لا لو طبعا الترندات اللي هي إن إحنا بنشوه بعض أو بنشهر بسمعة الناس أو سمعة زمايلنا أو سمعتنا، ده مش حلو خالص. أنا مش بحب ده، أنا بحب الترندات المحترمة، الحاجة الكويسة. وبقول للجمهور يا ريت لو شفتوا حاجات من دي يا ريت ما تحاولوش تعملوها ترند، لأن أنا أسفة يعني ممكن تبقى إساءة لصاحب الشأن نفسه، يعني ممكن يبقى الجمهور غصب عنه من غير ما يقصد بيسيء للنجم أو للفنان. شكرك جدا ونورتنا. مرسي جدا. شكرا.